ما نجيب تشكيلة خضرة وجبنة وكبيس، أهم شيء كل شيء خضرة هون طازة وفريش، وأسعارهم صراحة كتير منيح أحسن من السوق. هذا السوق بيصير مرة بالأسبوع نهار الأربعاء، يمتد الشوارع حول منطقة الفاتح ودغري حد جمع نجيب أنيس لأنه عبينا نعمل خبز. إيش تناول المرة؟ كم شيء شغله؟ كميك ما شاء الله كميك كميك. هذا. آي 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 آي. لا 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 تعرفت البقدونس 3 ليرة ونص، عم نحكي حوالي أقل من 4 دولار. بصل أخضر، خيار، بطاطا، شو كمان؟ نعنع. هن الأسعار كتير أرخص من الطعمية من وين ما كان، أحد أرخص شيء بتلاقوه خصوصا بهذا البازار. دايما كل شيء فريش طازة وشهي. حامض كمان هون، خيار، باي. هون لقينا هيدا عرض الكرنسي 17 ليرة أقل من الدولار، هي شو بس طيبين ضرب واحدة تانية حلاوة نص يعني سلطة 3 دولار زازر الباقي نفس الشيء خضروات يعني البقدونس هودا الخضرة بيكون رباي سمرة منعنا هون فرس مش سهل نفس سعر هونيك بس هيك تاني ميلة في الحر الفلايفلال بسنجان كوسا قرح حتى موجود هون الزرع هون وعلا عم بنقي هلأ البصل الأفضل كزبرة بقلي بطل وصل نحنا ستوري على الانستغرام ونتركها هايلايت كيف عملنا تبولة شوفوا التبولة بالخضرة بتاعتنا انستغرام at one lens one yard هون كل الأجمان كل الأنواع جبنة الترتيب جبنة البيضة جبنة الشلال شفنا بتكون هيك مفرفضة كله طازة هون الزيتون في كمان جوز التركي بوريا بجي بوريا هيدا حار شوفوا كيف بيكون ايه ترى مش كده ليك حبتين شو كبيرة؟ ليك العنب شيء سهل أنا بدي أجيب حد لأكل من تبولة ما عم لاقي شيء عجبني هذه كلها بيسع الشمام والبطيخ المفتوح هنا الشمام هنا كدين هنا كدين هيدا الشمام اللي جبتها سعره بس 15 ليرة يعني اقل بدولارين تقريبا 15 ليرة هيك كل البطيخ التركي طيب وبيكون كتير حلو نحن هونيك جبنا البقدونس بأول الشارع ب 3.5 هون بس بليرة ونص نحن جبناها ب 10 هون ب 2.5 كمان خاصي كمان بخمسة واو أدم وين الكرتابة؟ ها نجيب فجل بعد قولنا رأي كيف تمام بس فنش 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 فن
Şükürler. Şık köfte. Bala lakma. Kişi hatta 50 lira. Hele çık köfte. Birazdan bitecek. Evet, şimdi nahide özüm mekanımda basırım ben. Çok azacık. Benimle kalan kısa bir zelli. Lavazlı bir ütü yapıyorum. Bu da her sandviç. هلا بدي اجيب حار للتبوله انا كثير بحب اكلها هيك يعني بس مثل ما هو الحار رسمه قاعده شوفوا في الحار هيدا كثير حار لا مكتوب عليه اجي وفي الحار الاحمر ندفن بتشوف كثير كيلو انا كل الجبنه هلا بتشوف تبعي المسكل هيك هون كله بالصمون الرز والبصل كيلو هون في كل انواع الكبيس كيلو ب60 برا 70 مش فرق كثير هيدا نوع خيار زازر صحار نعم ماشي الحار مش عارف كيف توصل انا هيك هالنوعين حار انا عن حال دائما بناخذ منه الماما وهيدا والمدور هاودي كلهم هلا بدنا نجيب الجبنه جبنه للسلطه اللي بتكون هيك مثل الفتا والجبنه اللي بتجي من مرابا هو مرابا بس شيز كيلو بس شيز جرام بتر الليموناده اللتر بس 20 للبلد تفضل أمينة اللي عاملين قصص من جديد بتكون طيبة مبينة عينة هلا بعد ما خلصنا من المزار حنظهر من حد جامع الفاتح ونروح دغري على المحلات شو حنجرب؟ كنافة، كنافة العربية كثير هون مشهورين فيها وكل الناس بتقصدها بعد ما تخلص الجامع خصوصي بعد صلاة الجمعة في هالمحل كثير معروف فيها في كنافة واحد يطلبها سادة وفي يطلبها مشكلة مع اللي حدها الصراحة الكنافة أطيب أكيد كنافة لحال كنافة سادة مجربينها مرة مشكلة ما طيب بس كنافة سادة أطيب كنافة كنافة سادة سادة كده بتنبغص هاي على انا حسن بكتور عم تجيبني كتير طيب اسمع العطر روعة هلا بنجرب نعمل هذا السناك كباب عدنان كلها مشوية طازة بنبع كيف مع غيرون الصوص البندورة والبصل والخيار هم شيء حر المشوي نأكل مع بصل دجاج بندونس وبندورة عم نطول على هذا من الصبح
عندهم بيكون صح عليهم إزاز، بس هون بس شكوها نكون خلصنا بلوج الفتح، برنا بسوق الخضرة. شو كمان أكلنا؟ أكلنا أدنى كباب. بنصحكم كلكم تزوروا هالمنطقة خصوصا نهار أربعة وقت اللي بيكون في البازار. الفيديو بتقولنا بالكومنت شو أكتر بارت عجبكم، شو بتتوقعوا حتزبط معنا التبولة. بس بليز على اللايك وسبسكرايب بتن.